السلام عليكم، شادي الكرام، كديرين؟ كيف الأحوال؟ كلشي مزيان؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش غنلقي هاد نصف طوق. هاد الخدمة هادي راه حطيتها في الفيديو الفيد ديال هاد نصف طوق. دابا غنوريكم كيفاش غادي نلصقو. تبعوا الفيديو مزيان لبيتو تعرفوا مزيان الخدمة كيفاش. ما تنساوش الفيديو الأخير إن شاء الله ديال الخدمة، فيه ملاقية، غندير فيه ملاقية. الملاقية واعرة ما شاء الله وسهلة بزاف اللي غندير مع هاد نصف طوق. يلا باش ندوزو الخدمة. بسم الله توكلنا على الله. ندوز نوريكم كيفاش غنزلي هاد نصف طوق. درتو في الفيديو اللي فات الجزء الاول. دابا غنوريكم كيفاش غادي نلصقو مع الثوب بعد ما خيطو باش ما نضيعش الوقت. كي كتشوفو خيطو بالبرا، لصقتو على الثوب هكا. ندير فتيحة ديال الصدر، خيطو كلو هكا دير هنا بهاد الطريقة. ديرو في الوسط ديال الخياطة ديال هاد الخياطة. غادي نبدا فيها إن شاء الله. بسم الله لازم نبدا في الخدمة. بسم الله. كروشي نمرة 8 قطيق، والحرير مطول على جوج قصبات. غنجي هكا نتو بحال هكا، هادي هكا باش نخدمها هكا على الثوب. ديرو واحد جوج سنيسلات. سنيسلات نضرب في الثوب هكا. كتشوفو هاني فالخدمة.
هذا الخيط اللي غنسالو نحيدوه، نشدينا به السفيفه حتى نكملو الخدمه عاد نحيدوه. درت كروشي رقيق على قبل باش يدخل ليا مع الثوب، داكشي علاش جاني شويه مع الخيط غليظ. نصبروا معاه شويه حتى نا نجل هذا الرويس ديال الدريس، ندخل هكا صافي. نمشي تاني بجوج سنيسلات نهبط مع هاد الفتحة، نمشي لهذا الرويس صافي. كي كتشوفو راني طرت وصلت منين بديت، صافي دابا غنهبط تاني نفس الخدمة جي سنيسكات. دابا سهلت علينا الخدمة صافي، كنبقى كل هوينة ندير فيها ضريبة صافي. غادي نمشي تاني نخدم جوج سنيسلات جوج سنيسلات نخدم، هادوك جوج سنيسلات اللي درت في الأول صافي. هاد الخيط نحيدوه باش ما يبرصناش،
صافي كدورو هكا، الشيء راه ساهل، الدوره سهله. يد تخلوه هكا خلوه، اذا انا غادي نزيد عليه باش يزيد الجمال ديالها. صافي ملي كنوصل هنا، صافي يعني وصلت طلعت الخدمه. صافي انا تقريبا كملت هاد الخدمه، هاد الدور الاخر عمرت بكروشي رقيق من 8، درت واحد قصبه وحده ما دوبلتش خيط باش يجيني هنايا متقوم، درت وحده بحال هادي ما دوبلتهاش. اما هادشي في قبل درتو مدوبل، صافي كتشوفو هاني دورتها كلها باش منضيعش الوقت. صافي بقى ليا هاد شويه نوريكم كيفاش. صافي كنهمرو التقيبات، نديرو فيه ثلاثة الحبيكات او حشوات، كل عوينه ندير فيها ثلاثة. صافي هنا نسالي الخدمة، هنا يجي هاد القب افتح هاد الصدر. صافي هذا هو نصف طاق ديالنا، شفتوه ما شاء الله كبير. دونك كيفاش خدمناه على الثوب، كيفاش خدمناه هكا. صافي قدرت تلصقوه ثاني بالماكينه او بالبرا، زيدو تلصقوه باش ما يبقاش مهزوز هكا. بغيتو تخلوه هكا خلوه، غادي بلي تصلح غادي يجي صافي تسرح. يا اصلا ما شاء الله الخدمه مسرحه بلا مصلوح. نتمنى تعجبكم وتجربوها، ما تنساوش الفيديو الاخير ان شاء الله ديال الخدمه فيه ملاقيه، غندير فيه ملاقيه. الملاقيه راه واعره ما شاء الله وسهله بزاف. اللي غندير مع هذا نصف طاق غندير هنايا،
ما تنسوهاش.